السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنبدا معكم هذا المصطوق هذا ديال الجلابه. غادي نشارك معكم الخدمه ديالو ان شاء الله. كيف ما كيبان لكم انا هبطت هنايا بجوج ديال الغريزات. هاد الخطوه فايت درتها معكم من قبل، وريتكم كيفاش تهبطوا هنا كيفاش تعبروا. 37 سنتيم ولا 40 سنتيم في المصطوق على حساب الطول ديال المراه. من بعد كنهبط بجوج الغريزات وريتكم كيفاش كنديروا هاد الفي باش كتجينا مقاده. دابا ان شاء الله غنبدا معكم المصطوق. غادي نجي للثوب الجنسي نضر في غريزة. غادي نضرب الغريزة الأولى هنا. غادي نبدأ الكوزة إن شاء الله. غنقز هاد الغريزة هادي ونضرب في هادي اللي حداها، يعني غندير العوينة الأولى ديال الكوزة. دابا غادي نضرب في الثوب من هاد الجهة للفوق. الخيط كنلوحو من التحت ملي كنضربو في التوب الفوقاني، يعني كنلوحو الخيط من التحت ملي كنضربو في التوب. ديما كنديرو غرزة زيادة، ندير غرزة هنا ديال الزيادة، نزيد غريزة. دابا هاد العوينة هادي اللي فتحت هنا ديال الكوزة غنرجع فيها بجوج ديال الغريزات، واحد جوج، وغنرجع بالغرزة الاخرى هنايا. دابا غادي نضرب التوب، غادي ندير غرزه ديال الزياده. فيما كنضربو في التوب كنديرو غرزه ديال الزياده، سواء من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، غرزه ديال الزياده. غادي نقزو هاد الغريزه هادي وغنضربو هنا، وغنقزو هاد الغريزه هادي وغنضربو هنا. غادي نكنشكلو في العوينات ديال الكوزه. دابا غنضرب الثوب من هاد الجهه هادي وندير غرزه زياده. غنرجع هاد العوينات كل وحده غنرجع فيها بجوج ديال الغريزات. هادي رجعت فيها بجوج ديال الغريزات، وهادي تاهي رجعت فيها بجوج ديال الغريزات. غنضرب هنايا في الثوب، كنضرب في الثوب ديما كنزيدو غرزة باش كنعرضو المصطوق ديالنا. دابا غنقز هاد الغريزة هادي ونضرب في هادي. كيف ما كيبان لكم الكوزة غادي وكتكبر. دابا غنقز هادي ونضرب في هادي، نضرب الثوب كما جا في الغريزة. دابا غنضرب في التوب من هاد الجهة هادي، كذلك غادي نزيد غرزة زيادة. نقز هاد الغريزة هادي ونضرب هنا. كيف شفتو الكوزة ديالنا غادي وكتكبر. أنا غادي نخدم شوية في الكوزة إن شاء الله ونرجع ليكم. هانتوما البنات، بعد ما درت هنا 6 العوينات في الكوزة، هانتوما كتحسبو بهادي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. دابا غادي نبقاو نزيدو العرض في نص طوق، ولكن الكوزه غادي نحبسو غادي نسدوها. انا كيف ما كيبان لكم تقاد عليا الخيط، غنجيب خيط جديد. غادي ندير غرزه زياده هنا، نقز غادي نضرب هكا ما غاديش نقز. دابا الكوزه غادي نبدا نسد فيها، غادي نقص هادي ونرجع في هادي.
نقز هذه ونضرب في هذه هنا الوسط. كيف ما كيبان لكم غادي نبداو نسدو في الكوزه ديالنا، ولكن غادي نبقاو نزيدو في العرض. غنضرب في الثوم غادي ندير غير زيت زياده، ونرجع غادي نبقى تاني نزيد في العرض. غادي نضرب هنايا ونزيد غريزه، نضرب في الثوب نزيد غريزه، دابا غنضرب هنايا في اللوينه هادي، وغنقص هادي ونضرب في هادي اللي حداها. كيما كيبان لكم الكوزه دابا غادي نسدها. نقص هذه ونضرب في هذه، دابا غنضرب في الثوم، غادي ندير غرزة زيادة هنا. هانتوما البنات، انا غدا نخدم شويه، غدا نسد الكوزه ونرجع لكم ان شاء الله. ولكن تسدوا الكوزه، ولكن في نفس الوقت تبقاو تعرضوا في نفس الطوق، يعني تبقاو تزيدوا في الغريز. انا غنسد الكوزه باش ما يجيش الفيديو طول، ونرجع لكم ان شاء الله باش نكملوا. هانتوما البنات، بعد ما سديت هاد الكوزه الاولى رجعت لكم، دابا بديت الكوزه الثانيه. مازال غدا نزيد في العرض، غادي نكمل الكوزه الثانيه، ولكن غدا نبقى نزيد في العرض حتى نقول لكم شحال غدا ندير ان شاء الله من غرزه. دابا غادي نضرب في الثوم ثاني، غدا نرجع نستر كلو، هاد العوينات هادو غنرجعو فين مشيت الغرزات. انا دابا وليت كنخدم غير الكوزات الوسط، ولكن في الجناب راني مازال كنزيد الغريز. دابا غادا نضرب في الثوب، غادا ندير غرزة زيادة، نمشي نخدم هادي،
دابا غنقص هاد الغريزه هادي وغنشد فيها هادي، يعني بنفس الطريقه ديال الجوزه الاولى غادي ندير الجوزه الثانيه. هي غندير فيها 6 ديال العوينات، ها نتوما البنات كيف ما كيبان لكم. انا هاد الجوزه هادي كملتها، وهاد درت فيها 5 العوينات، ودابا مابقاش غادي نزيد ان شاء الله على العرض، غادي نزيد غير غريزه هنا وغادي صافي. دابا غادي نولو نطلعو غير هكا، ونخلو هاد البلايصات هادو فين غنديرو دوك المربعات، يعني غتكون عندنا راندات المربعات في الجناب. هذا هو الجزء الاول من هاد الخدمه هادي. ان شاء الله ملي غنبغي نطلع غير بحال هكا نولي غنرجع في الغريز، غادي نشارك معكم الجزء الثاني، وكذلك غنشارك معكم راندات المربعات اللي كدير في الجناب. كنتمنى تدعموني وتبارطاجيو في المجموعات. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.